بسم الله. في خاصية كويسة مهمة جدا بالذات في الفرنتشر، إن أنت لما تعمل سيلكت بيجيب لي حاجة اسمها موف ويز نير باي إيليمنت، دي بتعلم عليها. لما تيجي تعمل تعديل على الحوائط اللي جنبيها أو أي حاجة جنبيها، هتلاقي العنصر اللي أنت مختاره ده بيتحرك معاك، تمام؟ يعني هتلاحظ إن هنا الكنبة دي بتتحرك مع الحيطة ديت، دول مثلا الكراسي ديت اهيت، هقول له حركه مع اي عنصر، فتيجي تتحرك اي عنصر من الموجودين هتلاقي ان الحاجة اللي انت علمت عليها هتتحرك معاك، وده طبعا بيسهل الشغل. او كانتيريور بيسهل عليا ان انا لما اغير في الحوائط تفضل المسافة بين الفرنتشر والحوائط تسافر.